وواطئتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي فلا تخطو كل ملابسي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدي قد أتت. فنظرت ولم يكن معين، وتحيرت إذ لم يكن عاضد، فخلصت لي ذراعي وغيظي عضدني، فدست شعوبا بغضبي وأسكرتهم بغيظي وأجريت على الأرض عصيرة. يا رب تكلم إلينا وعلمنا الطريق والحق والحياة، ولاسمك كل المجد، آمين. الوصف هنا عن مين؟ تتخيلوا مين الكلام عن من ذا الآتي؟ مين ذا الآتي من أدوم؟ الرب يسوع، ما ينفعش إلا الرب يسوع. والمرة اللي فاتت أو من أسبوعين كده قلت نلخص سفر الرؤيا، ده هنا آخر سفر الرؤيا. ده اللي هو يوم حرب هرمجدون، ويتبعوا على طول فتح جهنم النار الأبدية، والمسيح بيحاكم على العرش الأبيض العظيم بعد حرب هرمجدون، بعد إبادة البشر كلهم. هيسلم الموت الأموات اللي فيه، سلم الهوية الأموات الذين فيها، ويذهب هؤلاء إلى عذاب أبدي، أما أولاد الله فإلى الراحة والسعادة والسلام الأبدي. فده آخر نقطة في تاريخ الأرض، الأرض ستحترق بضجيج وإحنا هنكون فوق. قبل الحدث ده بألف وسبع سنين هنكون إحنا خطفنا، إحنا فوق، هنكون فوق. الموجودين في العالم هم ما بعد الاختطاف، فكل الموجودين في العالم خلاص خلصت في ملك الألف كل حاجة، خلصنا كل حاجة، ما فيش دلوقتي في ذلك الوقت غضب الله العظيم لا وجود لهم في العالم، لأن كلهم مع الرب، مش إنهم راحوا حتة تانية، كلهم مع الرب على مراحل، زي ما بيقول أخويا جورج اللي هي المرحلة الأولى الاختطاف، وبعدين السبع سنين، وكمان الألف سنة اللي هي عشان حد يؤمن من الجماعة الملحدين. السبع سنين في ناس أمنوا فيها، لكن التانيين دول الحقيقة ما أمنوش، حاجة غريبة جدا يعني، مع أنه كان أكتر ناس عايشين شايفين المسيح والمدينة المحبوبة عايشة إزاي وهم عايشين إزاي، لكن يحبوا الدنيا، يحبوا المال. طبعا هيكون عندهم مال بشكل رهيب، لأن العالم كله هيموت ما عدا هم، وكل ثروة العالم هم مسكنها، الجزء بتاع المسيح مش محتاج ثروة العالم، هو عايش مع شعبه، وتغيرت طباع الغنم، قصدي طباع الوحوش تغيرت، وصار الصبي يلعب مع التعبان، والأسد يأكل تبن والحشيش زي البقر كده، طبيعة ثانية خالص، زي هي الخليقة في جنة عدن يعني. من ذا الآتي من أدوم؟ في الحقيقة بعض الأحباء ما عرفش بعض كتير لكن قريتها يعني، بيقولوا إن دول ثلاث حوادث وراء بعض، مش لاقي معنى لهذا يعني. ليه ثلاث حوادث مع بعض؟ بيقولنا إن في ثلاث أماكن مذكورين، يعني المسيح هيدين المذكورة دي حتة ودي حتة ودي حتة، ما فيش آية بتقول كده في الكتاب، لأنه سيدين المسكونة كلها بالعدل في يوم واحد. طب ليه مذكور ثلاث مواقع؟ أيوة ليها معنى، مش دي مشكلة يعني. فهنا ذاكر أدوم كمكان، أدوم ده اللي هو عيسو،
ومكانه دلوقتي خلاص ما فيش، لكن طبعا اللي ماتوا هيطلعوا هيقوموا عشان يتحاسبوا، فأدوم هيطلع تاني وقت الحساب، لكن حاليا ما فيش أدوم. اللي هي جنوب الأردن لغاية بين الأردن وبين آخر كوئينا في البحر كده، تبص على البحر اسمه إيه يعني، جنوب جنوب الأردن في الآخر خالص في إيه؟ العقبة، أيوة هي دي. أدوم كان واخد جزء من عند البحر الأسود للعقبة، فواضح إنه الأخ جورج إن الأردن كانت الحتة دي خلاص، لأن ربنا شال أدوم، شالها سنة 70 ميلادية بحسب التاريخ. وآخر واحد أدومي، ده تاريخ مش في كتاب مقدس لكن ماشي مع الكتاب، آخر واحد أدومي هو هيرودس اللي قتل الأطفال بيت لحم، ده كان ملك بالرياء والخبث والشر، وكان أفتكر أمه أدومية أو أبوه أدومي وأمه يهودية مخلط كده، فقدر يوصل ليكون ملك اليهود، وكان بشع جدا زي ما شوفنا سيرته. وفي النهاية ده كان آخر أدومي عايش، ومات كل الأدوميين، ربنا خلص العالم منه. من ذا الآتي من أدوم؟ فأحد الأماكن اللي بيتكلم عنها هنا في الدينونة دينونة أدوم، والغريب أنه بيفسروا أي مكان، الأول الثاني إيه الثالث إيه، يعني الصراحة مش فاهم ليه بيعملوا كده، يعني ما فيش حاجة، يعني هو الثلاث أماكن هم إيه اللي بيذكروهم دولة؟ بيقول أولا هرمجدون، طيب والثانية؟ الثانية جبل يهوشافاط. طب الكلام ده مذكور في الكتاب، بس مش مذكور انه هما ثلاث اماكن، مذكور ان ساج مع الله، دي افتكر في سفر ايه يا ربي، جبل يهوشافاط في الانبياء الصغيرين كده في الاخر، ما طلعتهاش، لا لا يوئيل 3:12، يوئيل 3:12 بيتكلم يقول لأني هناك أجلس ليحاكم جميع الأمم، فبيقول إن ده يوم معين، وبعدين هرمجدون يوم تاني، وبعدين أدوم يقول لك ده آخر يوم، يوم ثالث. بحسب تصوري مش ممكن ربنا يعني يخلص على شوية يروح يخلص شوية، هو يعني عنده الضعف ده، هو يوم واحد. المعنى واحد في الثلاث أماكن، فلما بيقول هرمجدون ده يعني جبل الجمهور، يعني ناس كتير في اليوم ده رايحة هرمجدون، ده هنقرأ عنه في سفر الرؤيا دلوقتي. لما بيقول فين، أيوة في يوئيل اللي قريتها الوقت دي، رؤيا إشعياء، يوئيل، لأن هناك أجلس ليحاكم جميع الأمم، ده اسمه إيه؟ يهوشافاط. يهوشافاط يعني الرب قاضٍ، لا يعني إن ده غير اليوم ده برضه، هو نفس اليوم، بس ال الدينونة جرت على كل الأماكن دي مع بعض، كلها جنب بعض، مش واحدة في أمريكا والتانية مثلا في مصر، كلها جنب بعض، كلها حول دائرة الأردن، فهي مرة واحدة. وهرمجدون اللي هو في إسرائيل وما زال موجود لغاية دلوقتي، هيتم القضاء على كل العالم اللي جمعوا الوحش لكي يحارب المسيح. المسيح رمالك على أورشليم، ده فين؟ الملك الألفي، وده نهاية الملك الألفي. فكان الجمهور كبير خالص، والرب كان مع السحاب، وبعدين ملك الألف سنة، وبعدين ده يوم المحاكمة اللي فيه سيبيد كل أشرار الأرض. نيجي بقى إشعياء 63، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ وأدوم يعني إيه؟ حد فاكر؟ أحمر.
لكن الثياب الحمر هنا مين ذي؟ ثياب المسيح. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ وبيقولوا اصطبغ ثيابك بدم أدوم اللي هو اللون الأحمر. يوصفوا هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. شاعر 63. فملابسه عظيمة، وأعظم حاجة فيها أنه لم يستطع إنسان بعيد عن المسيح يخلص، مستحيل. المسيح مش قاعد يموت كل واحد، لا لا لا، ده مجرد الظهر، ظهر والسيف الخارج من فمه، دي معركة هرمجدون اللي هي نفس الحكاية. مجرد ظهر الكل مات، لأنهم عرفوا النهاية، وكمان لأن الأمر الإلهي الكل يموت. بيقول في سفر الرؤيا معصرة غضب الله العظيمة، دي معصرة. وفي سفر الرؤيا أرسل ملاكك لقطف العنب اللي هو استوفى، اللي هو الناس المليانة بالدنيا، اللي شبعانة بالدنيا، اللي هي الدنيا كل حياتها، فأرسل منجله فحصرت الأرض. ده اللي هو اليوم ده اللي هو معركة هرمجدون. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرى هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوتي. والحقيقة هنا مقارنة بسيطة بين كل قوات الوحش التي الآن لا نعرفها ولا نتخيلها. التكنولوجيا إذا كانت بتزيد بالمعدل ده دلوقتي، ده يعني بعد الاختطاف هتزيد بمعدل رهيب جدا، لأنه حارس الاختطاف هيتأكد الملك اللي هو الوحش والنبي الكذاب ان المسيح هيجي، اكيد جاي، فهيعدوا له كل امكانياتهم الخرافيه اللي هي يعني لغير محدوده، كل تكنولوجيا العالم خدوها وماتوا يعني اللي اختطفوا ماتوا. واحنا دلوقتي في اللحظات الختامية في وجود العالم، في قيامة أولى اسمها قيامة الأبرار، دي اللي هي بنقف أمام كرسي المسيح ونأخذ أكليلنا. في القيامة الثانية اللي هي الدينونة، ودي على طول بعد هذه المعركة، معركة هرمجدون. قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. الشعوب اللي هي داسها المسيح ما كانش طبعا واحد معاه خالص، يعني ما فيش ولا واحد بر انا دوسته كل الاشرار، وما حدش طبعا داس معايا، لان لو وجدت واحد بر كان هيساعدني. فدستهم بغضبي وواطئتهم بغيظي، وده الاحساس اللي هيخلي كل المؤمنين في منتهى الفرح، في قمة الفرح. يعني نتخيل كل اللي قتلوهم الأباطرة الرومان وصلوا للمذبح، تحت نفوس المذبح، وهم جايين مع المسيح وشهدوا هذه المعركة، فيجدوا الأباطرة بيدانوا. إيه عدل الله العجيب ده؟ سكت عليهم كذا ألف سنة، الأباطرة بقالهم كذا ألف سنة، وكذا محمد عبد الله وجنوده بقى لهم مئات السنين، وممكن 1040 سنة. ياما عمل محمد ده، كل ده هيكون تحت قدمي الرب. وأدوم اللي هو اسمه أحمر، للأسف أدوم ده ابن إبراهيم، أن أدوم ده اللي هو عيسو، وعيسو ابن مين؟ ابن إسحاق وابن إبراهيم، لأنه قال لماذا لي بكورية، فبذلك رفض دم المسيح. فأنت هتكون من الناس اللي وجودك سينتهي في العالم وتطلع تاني بعدين، أنت فاكر مت خلاص، ما انتهتش الحكاية. النهاية هي العذاب الأبدي في جهنم النار الأبدية،
مش انت مت خلص الموضوع. فيا أدوم يا أحمر لم تقبل أن تكون أبا للمسيح، ولماذا لي بكورية؟ أنا عايز أعيش. حاول ياخد البركة بغير بكورية، ما تنفعش يا أدوم. فلأنك رفضت دم المسيح الذي يطهر خطاياك، فأنت هتكون علامة للأشرار، اسمك موجود في دينونة الأشرار، مع أنه بلد صغيرة يعني أدوم دي. فدستهم بغضبي وواطئتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي. أي إن ملابس المسيح هيبقى كلها أحمر من دم الناس الذين لم يؤمنوا به. ناخذ احنا رؤيا 19، هو مرتبط خالص بسفر الرؤيا اصله عشان لتفسير الكلام او توضيح الكلام. رؤيا 19 ايه اللي عرفتها من فين؟ ايه اخويا ده في سر هنا. طيب ايران، تفضل ايران يا اخ جورج. هذا هو يسوع المسيح، هذا هو يسوع المسيح. الثياب حمراء ولطخت بحمار الاشرار الذين رفضوا حمار دم الصليب، فلذلك دينونه الصليب عليهم. رؤيا 19 وعدد 13. بعدها بعددين برضو قرانا يا اخي جورج، برضو عدد 15. تخيلوا، تخيلوا الملحدين شكلهم ايه، تخيلوا المسلمين شكلهم ايه، بل تخيلوا المؤمنين الغير امناء. مش هيداسوا بس هم مكسوفين قوي قوي، اللي جاملوا الناس على حساب المسيح، اللي ارضوا الناس على حساب ارضاء الله، اللي خافوا من البشر فانكروا المسيح. جايز انكروه مش من القلب هيخلصوا، بس كل من ينكرني قدام الناس انا ايه؟ انكره قدام ابي الذي في السماوات، يعني اخر مكان هياخده. الحقيقه الرهيبه لكل الرافضين للمسيح سيكتشفوها، وطبعا الهالكين منهم، وغير كلهم هالكين الا قله قليله ربنا يعرفهم، هم يعني وصلوا للدرجه اللي هم زوان ولا حنطه، يعني ايه؟ لئلا تقلعوا الحنطه مع الزوان، يعني حياتهم زوان لكن عندهم ايمان، فدول هيخلصوا بس كما بنار. لكن الحقيقة يعني معركة هرمجدون معركة الشفاء. بيقول هنا الرب عجيب جدا في لما نكمل بقية الكلام، في إشعياء 34، نفس اللي نرجع لإشعياء ثاني، إشعياء 34 وعدد 8، لأن للرب يوم انتقام، سنة جزاء من أجل دعوة صهيون. إيه دعوة صهيون؟ دعوة صهيون قالها الرب لقايين قبل ما تيجي صهيون خالص، ولا تيجي صهيون ده كان ما فيش إلا هو في الأرض ومعاه هابيل أخوه بس لما قتله.
قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. طب صهيون قالوا إيه؟ دمه علينا وعلى أولادنا. فأي صوت دم ده طالع من الأرض. وصهيون بتقول للرب لابد أن تنتقم، وهو يعلم هذا، ولابد أن ينتقم، وانتقام الرب رهيب. نعم، صوت الدم يتكلم. تفضل تفضل. بالضبط. بصرة اللي هي عاصمة أدوم. تفضل. ده هنا في إشعياء 34. إشعياء 35 حتى الأصحاح اللي بعديه على طول بيتكلم في يوم، في يوم ربنا هيعدل فيه كل حاجة. والعدد الرابع، قولوا لخائف القلوب اللي هم المؤمنين الغلابة اللي في وسط الناس الوحوش دول، تشددوا لا تخافوا، هو ذا إلهكم الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. اليوم ده لا نستطيع أن ندرك البؤس واليأس والعار والذعر لمن رفض الرب. في نفس الوقت بعديها ترنيم، حفلة ترنيم للمؤمنين. حفل الترنيم للمؤمنين، يا سلام، هناخد منها عدد النهارده، مش هنسيب الحفله دي، هناخد منها عدد النهارده. يبقى خدنا احنا هنا رؤية، نعم، إشعياء 34 8 و 35 ايه 4. ناخد إشعياء 61 عدد 2. إشعياء 61 لأنادي بسنة مقبولة للرب. السنة المقبولة دي هنا سنة كمالتها، وبيوم انتقام. السنة المقبولة دي اللي هي الحياة الأبدية مع قديسي، سنة القبول بحتة يوم. يا شيخ عادلي نشكر ربنا، أنا مش هنشوفه ده، ايه ده؟ وببساطة الأمن المسيح خلص الموضوع على طول، لأنك انت مفدي دلوقتي، مش هتشوفه اليوم ده، نشوفه بس مش هندخل فيه، بس سنرى انتقام الرب الإلهنا. ده بيقول في آية هنا إن شاء الله أطلعها، إن الانتقام في قلب المسيح، في قلبه لازم ينتقم، مستحيل ما ينتقمش طبعا. ليه النقمة أنا وجازي يقول الرب. إشعياء 43 8 لأن الرب يوم انتقام، 35 4 الانتقام يأتي، إشعياء 61 2 سنة مقبولة للرب، ويوم انتقام لإلهنا، لأنادي بسنة مقبولة للرب، يوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين. طبعا مجيء الرب هيبقى مش عارف سبب تشجيع، تهليل، فرح، سلام، وخلصنا من الشيطان نفسه وكل أتباعه، واتمتعنا برؤية الرب المجيد، ونعيش معه للأبد، نحيا معه إلى أبد الآبدين. في إشعياء 41 28 ده في تبكيت شوية لينا، يعني إشعياء
41 28. مكتوب: ونظرت فليس إنسان، ومن هؤلاء فليس مشير، حتى أسألهم فيردون كلمة، ها كلهم باطل وأعمالهم عدم، ومسبوكاتهم ريح وخلاء. الوصف بتاع كل الخطاة بما فيهم رؤساء الجمهوريات والملوك ده كله، دول عبارة عن صفيحة زبالة. صحيح قدام ربنا، لأن كل اللي بيشغلوه عبارة عن سياسة، وفي الخفاء وفي الدس وفي اللي يكسب، يعني مش عارف الواحد يقول ايه. نعم. الراجل اللي خلى مبارك يكسب كتير ده، مش عارف اسمه عثمان سالم ولا مش عارف حاجه كده، سالم كده، ده مستعد يدفع بلايين. انت جات لك بلايين من فين يا راجل؟ مش شغل مع مبارك يا حبيبي، بس يرجع مصر. ودلوقتي مصر ابتدت تفكر، لان بلايين غير محدوده. طب بتعمل بيها ايه دي؟ ما هو سيده كده برضه. ايه ده؟ كل دي تحت صفقات تحت الترابيزه. الاخبار جايه ان كانوا بيبيعوا مش عارف الوصل الاسرائيلي ده اللي هو الغاز ولا ايه، باثمان سخيفه جدا. الكل دخل فين؟ مبارك والربيب بتاعه ده. ايه ده؟ فبعض الناس طب ما نستفيد بالكلام ده، هتجي لنا كذا كذا بليون، واحد مالك كذا بليون، ننمي الاقتصاد. في ناس يقول لا ده ما بيحبش ما يحب بلده ايه بتاعه. ده عقابه، مش عارف اقول ايه. ايه ده؟ يا واحد بيدوس على المجتمع، ما اللي بيدوس على ربنا يعمل ايه بقى؟ يقول لك ما صلبوه ما قتلوا، ده يحصل له ده. يعني الشعوب الحقيقه ما تستاهلش الا كده، نهايتهم هذه المذبحه. يا رب يا رب يا رب. في إشاعة 59:16 احنا بناخد كده كله على بعضه عشان نربط الموضوع، وارجو يتربط بعدين في دماغنا لان الموضوع رهيب قوي. فرأى انه ليس انسان. هناك في الاولانيه دي اللي هي إشاعة 41:28 ما فيش انسان، انسان بني ادم يعني، كله حيوانات، كله تفكير وشر، بيتكلم على الاشرار. ما فيش انسان في الارض بعد كل الانذارات دي. هنا بيتكلم عن حاجة تاني خالص، اللي هي ايه؟ إشاعية 59:16. فرأى انه ليس انسان وتحير من انه ليس شفيع. ده بيدور على ايه؟ بيدور على واحد يعني يقول له ارحم الشعب. فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده. وهنا ممكن تتفهم كما ان السفر المختوم اللي هو عن جوار العرش، لما نادى الملاك في سفر رؤيا، ما المستحق ان يفتح السفر خدوم السبعه؟ ما لاش ولا واحد، ولا واحد نظر للسفر حتى. فوق كان في كل القديسين، مريم ام يسوع كانت هناك، بولس كان هناك، بطرس كان هناك، يوحنا لسه ما وصلش، وصل بعدين يعني بعد ما هو كتب الكلام ده وبعدين وصل. الأنبياء كلهم هناك، محدش قادر يبص لأنه ولا واحد كامل. دي تحمل نفس المعنى. طب أنا عايز حد كده يدوس معايا المعصرة. مش مين هيدوس معايا المعصرة؟ مين البار اللي يدوس معصرة غضب الله العظيم؟ ولا حد، ولا حد. عجيب يا رب. فبيقول كده: فخلصت ذراعه، انا بس اللي ما فيش حد تاني، عايز حد يساعده كده يعني.
فخلصت فخلصت زراعه لنفسه وبره هو عرضه. كلام ده ينفع في الخلاص أولا وينفع في الدينونة الثانية. فلبس البر كدرع وخذة الخلاص على رأسه، ده عن خلاص البشر، ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب وعمل الدينونة، ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسى بالغيرة كرداء، لأنه المخلص هو الوحيد اللي غلب الشيطان، لأنه لازم ينبغي يكون قدوس، القدوس المدمك هو المخلص. طب واللي بيدين ينبغي يكون قدوس، ما فيش ولا مؤمن قدوس. نعم احنا قديسين ورثة وعندنا عز كبير، بس بنعمة المسيح مش ببرنا. عشان كده اللي اتكل على بره مصيبة الحقيقة، أو اللي يشوف نفسه كبير وغيره عيال، أو اللي يتكل على بره فيغار في الكتاب ويشيل حتة من الكتاب ويحط حتة من نفسه، كل ده كل دي زبالة. مستحق أنت أيها الخروف المذبوح، ده اللي نادوه لما خد السفر وفتح خطوبه، مستحق أنت، أنت بس، أنت بس، لأن هو الوحيد اللي غلب الشيطان، أن تأخذ السفر وتفتح خطوم السبعة. وفتح ختم، ختم لغاية ده الختم بقى الأخير اللي هو إيه اللي هو بناخده النهارده في شاعي على سفر الرؤيا. يا رب لك المجد يا رب. الأحداث العملية لهذا اليوم، التفصيل يعني بتاعها موجود في رؤيا 19 ده الأصحاح المشهور جدا اللي بيذكرها تاريخيا الأول والثاني والثالث. ونقدر ناخد من قبلها بشوية عشان ندرس الأحداث اللي قبلها. يعني أولا ملك المسيح في نفس هذا الأصحاح 19 و ناخد من الأول. بعد هذا وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. هنا المنظر في السماء، لأن أحكامه حق وعادلة، كل ده عشان إيه؟ جايدين الأرض، ده وقت مجيئه لمعركة هرمجدون. لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قدان الزانية العظيمة، الزيانة العظيمة اللي هي يعني أكبر ممالك العالم كلها مصورة في شخصية اسمها افتكر إيزابل الشريرة، هنقراها ونشوف هيسميها ايه. ازدان الزانية العظيمة التي افسدت الارض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية هللويا ودخانها يصعد للابد الابدين، وخر 24 شيخا والاربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين امين. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لالهنا يا جميع عبيد الخائفين الصغار والكبار. وسمعت كصوت كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الملك، ملك قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف سعادتك يا حبيبي وأنت وأنا معاك برضه. قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبرؤات القديسين. وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف وهذه هي أقوال الله الصادقة. فخررت أمام رجلي لأسجد له، فقال لي اوعى تعمل. ليه؟ أنا عبد معك. إيه أخوي يعني ممنوع السجود ولا إيه؟ ده السجود ده من أهم أنواع العبادة اللي تودي جهنم يا أخي. ده مين ده؟ يوحنا بيسجد لمين؟ ملاك. مش في ناس اسمه عبد الملاك؟ ده خريف، ده خريف عبد الملاك. يعني يعني عروس عبد الخدام؟ ده يا أخوي
فرافض الملائكة، أنت بتعمل إيه؟ أنا عبد معاك. يا رب ارحمنا. ومع إخواتك الذين عندهم شهادة يسوع، أسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. وبعدين جاي بقى معركة هرمجدون. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض. معركة هرمجدون هي آخر حدث، بعديه على طول الألف سنة وبعدين الدينونة الأبدية. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض وجالس عليه ذا أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. أحلى حاجة العدل ده، يا سلام العدل. العدل ده الإنسان في طبيعته المخلوق على صورة الله يحب العدل، صحيح؟ يعني حتى الإنسان الشريف بيعدل مع أولاده، طبعا عند المسلمين يعدل مع ستاته يعني، لكن احنا ما عندنا ستات، كل واحد مرأة واحدة، فبنعدل مع أولادنا لازم بالعدل. ما عدلناش ان البيت يبقى منقلب منقلب يعني. لازم العدل، ده شعور لذيذ جدا ان ما في عدل. العدل ده بقى هنشوفه، كل واحد بالملي هياخد مكانه في السماء، وكل واحد هيبقى عارف انه مكانه هنا مش احسن من كده، لو ما يستاهلش الا كده هياخده. وعنده سجل ليه ما جاش هنا، ليه ما جاش اكتر، لا. وعنده تشجيعات انه أطاع ربنا فليه ما بقاش اقل، هيبقى يشكر ربنا بشكر، هناك شكر رهيب للرب، شكر رهيب لانه ما سابناش في غلطنا، عملنا وشجعنا. اتفضل. خالص خالص، العدل ده لذيذ. يا حبيبي يا ربي. وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، ما فيش حاجه تستخبى عنه، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل. إيه الاسم المكتوب ليس أحد يعرفه؟ ما احنا عارفينه، ملك الملوك رب الأرباب، أيوة ده اللي احنا عرفه، لكن الاسم الحقيقي ده اللي قال الرب عنه ليس أحد يعرف الابن إلا مين، ده بينه بالرب، ده بينه وبين الآب. عشان كده الإشكال الأول استخدم الشيطان، يعني متأسف، غباء البشر وقتها اللي هم كانوا ماسكين الكنايس، عشان يقولوا نعرف الابن مين، والرب قال ما حدش عرفني إلا الآب، ليس أحد يعرف الابن إلا الآب. فكانت النتيجة حرموا بعض وودوا بعض جهنم وقتلوا بعض. دي حقيقة تاريخية لا يمكن تنسى، لأنهم بكل غباء مصرين يعرفوا حاجة مش الإنسان يعرفها، له اسم مكتوب ما حدش يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. ده اللي احنا عارفينه، لكن فوق بقى هنعرف إيه هو الاسم، لأن بولس قال سأعرف كما عرفت، يعني ربنا عرفني إزاي أنا أعرفه كمان، لكن هنا في الدنيا ما حدش يقدر يعرف إيه الاسم ده. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزاً أبيض ونقيا، ومن يفامه يخرج سيف الماضي لكي يضرب به الأمم. السيف الماضي طالع من فين؟ من فمه، مش فيده أبدا، مش محتاج يضرب. يضرب ليه؟ يضرب ليه؟ في ملك يضرب؟ الملك يؤمر، والسيف من فمه كفاية لأن هو الكلمة، فالكلمة هيشوفوا السيف ده مش هيغمى عليهم، هيدبحوا، الدم هيسيل بهذا السيف بالضبط، لأنهم يعني عاشوا كل عمرهم ضد كلمة الله، وفي النهاية شافوا السيف الخارج من فم الكلمة، والسيف اسمه كلمة الله. ومتسربل بثوب مغموس بدم يدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد. ترعاهم يعني ايه؟ أرعاهم يعني أوصلهم للمكان بتاعهم، وهم مكانهم جهنم، هم أحبوا جهنم، أحبوا الظلم أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة.
مش عايزين نور، هرعاه موصلهم لجهنم بعصا من حديد، مفيش حد يقدر يفلت. وهو يدوس المعصرة، ده اللي احنا خدناه من الأول مش كده ولا ايه؟ المعصرة معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب. ده احنا هنشوفه لما نشوفه، لكن بعد كده بقى الاسم التاني ده هيعلننا يعني 100% هنعرفه، بس دلوقتي مش مكتوب لنا في الكتاب عشان نعرفه. وعلى ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ده حتة يوم هنختمها بقى بعدد من النشيد اللي هو نشيد المؤمنين لما يشوفوا المنظر ده، والكل مدبح، كل مدبح وفي يأس رهيب وفي حزن رهيب وفي يعني عار، لك لهم عار وازدراء أبدي، هم كده إلى أبد هم عارفين بقى خلاص، وده عدل الله، ده حكم الله. اختار أي عدد يا رب كده نختم بيه. يا سيدي طيب نطلع إشاعة 63 وناخد بداية 64، هنلاقي عدد هناك مهم أوي نختم بيه. إشاعة 63 احنا خدنا من 1 لكام؟ يعني نقرا بقى عدد 7، دي بداية الترنيمة. إحساناتي هنقرا 5 و6 خليهم المرة الجاية، بس عشان نختم بعدد كده منعش لينا، لأن ده كلام احنا هنقوله لما ننام فوق. إحسانات الرب، خلينا من 7 ل10. إحسانات الرب أذكر، تسابيح الرب حسب كل ما كافأنا به الرب، والخير العظيم لبيت إسرائيل الذين كافأهم به. احنا دلوقتي بني إسرائيل من اليوم يعني خلاص ضايعين؟ لا، ده في مؤمنين بالمسيح هيجوا منهم مش قليلين. حسب مراحمه وحسب كثرة إحساناته، وقد قال حقا إنهم شعبي بنون لا يخونون. انت خلصتهم؟ ايوه خلصهم، فصار لهم مخلصا. والايه المشهوره قوي دي اللي هي ماسكه من الاول تاريخ بني اسرائيل، في كل ضيقهم كان بيتضايق وكان بيرسل ملاك يخلصهم فعلا، ما فيش مره ما خلصهمش. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصه بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. ده عن الشعب القديم. نعم إطلاقا. كم وكم بقى العروسة؟ ده عن العهد القديم، عن الشعب القديم اللي هم أصدقاء العريس. كم وكم العروسة؟ العروسة نقرأ فيها في سفر الرؤيا، خليها مرة جاية نقرأ فيها. ورأيت أورشليم السماوية اللي هي العروس نازلة مش كده من السماء مزينة ومهيئة كعروس لرجلها. طب هو مين اللي زينها؟ الله زينها، الله بيزين العروسة للحبيب يسوع. ايه الكلام؟ مين العروسة دول؟ احنا. يا رب لك المجد. فوق على جبل عالي أورشليم السماوي التي هي العروس. العروس في الأسوار، وأسات الأسوار الرسل، لكن بني إسرائيل معانا في الفرح، هم أصدقاء العريس. هو في عرس، يبقى العروس والعريسة في حتة، والأصدقاء ما كله في حتة واحدة، حفلة كبيرة في السماء. الأصدقاء هيكونوا معانا وعليهم أسماء الأسباط على أسماء أبواب أورشليم. عز كبير، ربنا يرحمنا ويدينا أن نعيش بأمانة، أن نعيش بأمانة علشان يكون لنا نصيب أوسع ونعمة أعظم، وهنا نستريح خالص.
الإنسان اللي عايش بينه وبين ربنا علاقة ده هنا بيستريح راحة راحة عجيبة جدا. إنسان مضطرب محروم بكل ريحة أليم ده غول بيده. ربنا يرحمنا وأطلت عليكم وربنا يبارككم. تفضل حبيبي. هاليلويا.